السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في اولا الشكر الجزيل لكم جميعا الدكتور، وجزاكم الله كل خير انتم والساهرون جميعا على هذا البرنامج. شكرا جزيلا. عندي الله يخليك جوج ديال الاسئله الا كان ممكن. تفضلي لاله. تفضلي. مرحبا. دونك السؤال الاول هو الكيفيه والكميه الصحيحتين لاستهلاك هذا الزعفران خاصه عند الاطفال الصغار. نعم. والسؤال الثاني اذا كان ممكن، عندي واحد الطفل عمرها 3 سنوات. نعم. وكتعاني من الشخير والاختناق في الليل. نعم. مما يجعل النوم ديالها متضارب. نعم. على حسب الاطباء راجع للتضخم في اللوزتين وربما داك الجذور الدشنو في الانف. نعم. دونك الجميع نصحوني بالاستئصال ديال اللوزتين وهاد الجذور اللي في الانف. نعم. واقتناعا مني بان الله سبحانه وتعالى الحاجه اللي خلقها راه العضو اللي خلقه راه عنده دور خاص به في الجسم. وربما عنده شي غذاء اللي كيساهم في التغذيه ديالو واعاده التوازن ديالو الا كان فيه شي التهاب. ما اقتنعتش بزاف في هذه الفكره ديال الاستئصال. دونك سالت اذا كان يمكن شي نظام غذائي اللي غادي يرجع للتوازن لهاد جوج ديال الاعضاء اللي هما اللوزتين والجلود اللي في الانف. اذا شكرا لك يا هناء من الدار البيضاء. الله يجزاك بخير اخويا. بارك الله فيكم. نعم، وهذا الشيء في الحقيقه لا يعجب. شيء لا يعجب، هذا استئصال الاعضاء شيء لا يعجب، وهذا الامر يجب ان يناقش. وانا اظن انه حامل اللوزتين يعني كثير من الناس كحيبه. لا، استئصال الغده الدرقيه، استئصال المراره، استئصال اللوزتين، استئصال هذا ليس حل، هذا ليس حل، هذا عجز تام. عجز تام، بما اننا وصلنا استئصال اللوزتين ما قدرناش نعالجو، هذا عجز، هذا عجز، يجب ان يعترف الطب بهذا العجز فقط، ويخلي الناس يقلبوا على رسم. فهذه الاشياء راه ما غاديش نبقاو حنا متغاضين عليها. سنتغاضى كم سنه سنتغاضى على اشياء. فهذه الاشياء ديال الاطفال، وهذو راه اطفالنا وهذا راه مجتمعنا، هذه الاشياء هذه يجب ان لا يسكت عنها. هذه استئصال لوزتين اظن انه ليس حل، وانه عجز تام، وانهم كيعطلوا الناس على العلاج يخليهم يقلبوا على رسم كما اقول فقط. اما لماذا؟ لان يعني المشكل اللي كاين اولا ان هذا الطفل المناعه ديالو منخفضه، انه واخذ 14 لقحه، النظام ديال اللقاح حتى هو يضعف الاطفال 14 لقحه، هذه خطيره. ما يقدر الطفل لا يتحمل 14 لقحه، لا ياخذ. يعني هذا النظام ديال اللقاح الان هو كيضعف، ثم اذا زدنا عليه المشكل ديال المناعه، انخفاض المناعه عند الاطفال، ما الذي يجعل المناعه تنخفض؟ طبعا المضافات الغذائيه والمواد الصناعيه ونمط العيش والمشكل ديال التسممات اللي كيتعرض لها الطفل والتلوث والديوكسينات اللي كاينه في الجو، جميع هذه العوامل تجمع تضعيف المناعه عند الطفل. هما اللوزتين هما المناعه. علاقه مباشره ديال 0.99 كوريليشن اللي كاينه ديال المناعه. كل مناعة مرتفعة ما كاينش لوزتين، مناعة منخفضة الطفل غادي يبقاو اللوزتين سيمانة وسيمانة لا أسبوع وأسبوع. ولكن كاين بعض الأحيان البرد. نعم. كاين. نعم، كل هذه العوامل. بعض المرات الأمهات ما كاين، أولا الطفل مابقاش ينام مع أمه، هذا يعني عامل أساسي. نعم. هذا الطفل كي ينام لوحده في غرفة، وهذه المرأة ما كتفيقش في الليل حتى تشوف الطفل ديالها واش مغطي ولا لا. الوسادة بعض المرات ما كتشوفش الوسادة واش حاضرة ولا طالعة. الوسادة لا كانت طالعة طبعا الصباح غادي يصبح تشنج، غادي يصبح اللوزتين يعني ملتهبتين. هل المرأة خاص الطفل ديالها ملي كانت المرأة الطفل ديالها ينام بجانبها؟ يعني ما كانش عندنا هذه المشاكل، ينام بجانب امي. علاش؟ لان على الاقل غادي يحس بديك الحراره ديال المو، غادي طبعا غادي يكون مغطي، وغادي تكون ديك لا شالور يعني ديك الحراره ديال امه، غادي تسخن الطفل، غادي يكون دفء ديال امه، غادي يكون احسن ليه. تمام. الحاله النفسيه الطفل غادي يكون مرتاح. نعم. الطفل الان نفسيا غير مرتاح. هذه فالمناعه تنخفض، التهاب اللوزتين غادي يكون اسبوع اسبوع لا اسبوع اسبوع لا. الناس غادي واحد لقيت الدواء ما غاديش يبقى، يعني طبعا هذا المضاد الحيوي ما غاديش يقضي لهذا الجورتوم ديال العلينيه اللوزتين. تونسيليتيس هذه بالانجليزيه دو تونسيليتيس كاين جوج، كاين اما فيروسي واما بكتيريا. بكتيريا ديال ستريبتوكوكيس بيوجينيس الان ولات بكتيريا يعني قويه جدا، ولات تقاوم حتى سميتها انها يعني موجوده في الطبيعه. وسمعتي بالمشكل اللي كانت احدثت هذه البكتيريا في اوروبا. نعم. انها بكتيريا قاتله. نعم. هذه ستريبتوكوكيس بيوجينيس ولا فيروسات، كتكون فيروسات. على اي طبيب كيعرف في التشخيص كيعرف واش هذيك الالتهاب واش فيروسي ولا بكتيري. نعم. عموما الدواء الوحيد الان اللي كيتوصف هو اولا كيتعطى شي حاجه باش يخفضوا الحراره. نعم. لان هذه البكتيريا كتطلع هذا الالتهاب، هذا كيطلع الحراره. نعم. ثم كاين هذه القضيه ديال الدواء اللي غادي يرجع
اللي غادي تقضي على هذه الجورتوم كيكون العلاج في 7 أيام ولا 10 أيام على حسب. فهذه البكتيريا كتولي بكتيريا عندها مناعة يعني مقاومة، كتولي عندها مقاومة للأدوية. كتولي ريزيستان. ملي كتكون مقاومة للأدوية طبعا عندهم مابقاش كيخرج، يعني هذو كاش كيوقع كيوقع الحلقم كيتنفخو كيبقاو ما يرعوش. سوالوين كنسميو حنا بالانجليزي سوالوين ديال هذاك، يعني كتنفخ وكيبقى ما كيسد الفم، ما كيبقاش الطفل كيهضر معاك الهضره ديالو الصوت ديالو. هذاك في الليل كيشخر كيتحل فمو ثم الدائم، وحتى النمو ديالو ما يكونش على احسن ما يرام. علاج اللوزتين ملي كتكون عندنا التهاب طبعا غنمشيو على الطبيب، ولكن اللوزتين الحل للوزتين هو ان يكون النظام طبيعي للطفل ثم الدواء. الطفل اللي مازال كياخذ حلويات ومقليات وياخذ دواء ما غايقضيش ليه الدواء. أكيد. المسؤوليه على الام والاب وليست على الطبيب. يجب ان يعتني الاباء باطفالهم، ينامون معهم وبقربهم، وخصهم يفتقدونهم في الليل، واش رمى واش تبول، واش الطفل مسند مزيان، واش المخده هي هذيك، واش يعني النافذه ما دخلش منها البرد، واش هذه الاشياء هذه هي اللي كان يعني طبعا اللوزتين. طبعا نحن الان بعض الناس يناقشون الموضوع على اساس ان الشروط الاسريه تقدمت، هي لم تتقدم. الناس من قبل كانوا ينامون على الارض، ولكن كان اعتناء ديال الاب والام بالطفل اكثر مما هو عليه الان. سبحان الله. هو الطفل لا يريد غرفه لوحده فيها لعب يعني بثمن باهظ والوان جيده. الطفل يريد امه واباه، ولا يميز ما عارفش هذيك الغرفه واش غرفته ولا لا، غادي يفتخر بها على الناس. يريد ان ينام بجانب امه وابيه، حتى الاب مسؤول عن هذه الاشياء. لما كان الطفل يعني عنده الدفء ديال الاباء ديالو ما كانش عندنا مشكل. أكيد. قليل من كان الطفل يمشي على الطبيب ولا عنده اللوزتين. الان الطفل مرهق خصوص الدراسه اللي ولات الان، ولات المحفظه ثقيله عليه بعدا. يعني الطفل ولا مرهق، الطفل ولا يعيش على التكيف ديال الحياه على ديال امه وابوه، حيت امه وابوه خدامين تيكيفوا الحياه ديال الطفل، ماشي هما اللي كيفوا حياتهم على الطفل. أكيد. الطفل اللي كيكيفوا لي حياته عليهم هما، فطبعا غادي يبقى هذا المشكل هذا ديال المسائل. الاطفال ما بقاوش كياخذوا اعشاب، الاطفال ما بقاوش كيشربوا الزعتر، فاش كيشربوا حتى الشاي والصالح لهم الزعتر. نعم نعم، جميع اعشاب صح. الاطفال ما بقاوش كياكلوا حبر شاد، الاطفال ما بقاوش كياكلوا حبوب الكتان، الا الناس باركين عليهم الزيوت ديال السانوج. الزيت ديال السانوج ما ديرها للاطفال، غادي تقتل الاطفال. الزيت السانوج مسمومه بالنسبه للطفل، خصوصا الطفل ديال سنتين وثلاث سنوات. هذه اشياء يعني ملي كيسمعوا شي حاجه كيمشيو الامهات كيبغيو يعملوا الاطفال. هذا الشيء كان عادي، الام كانت كتعلم بنتها هذه الاشياء اللي كتسخن الطفل لحال بارد، والاشياء اللي مزيانه للطفل لحال سخون. والزعفران يعني كيصلح للاطفال. الزعفران والكركم وحبوب الكتان والزعتر، وحتى الشاي جيد للاطفال، الشاي احسن من القهوه بالنسبه للاطفال. ثم البيض البلدي والدجاج البلدي والسمك وزيت الزيتون واللوز والقرقع، مسائل هذه جيده للاطفال. ولكن الاكل ديالنا ما بقاوش فيه هذه الحبوب، المناعه ديالنا انخفضت. الحل هو حل الجراحه، اننا نستأصل هذه اللوزتين هذه يعني. وهذه الاشياء هذه الناس كتجيهم حاجه عاديه ولو كيتكلموا عليها في المجتمع، ولا انها هي حل جيد. الجراحه ليست حل جيد. نعم. الجراحه ليست حل جيد. من قال من قال شكون هذا اللي غادي يبغي ولده اللي غادي ولده يبغي يحيد الالم؟ وهذاك العضو ديال اللوزتين، هذا الطفل اللي غادي يحيد اللوزتين كيف سيعيش بقيه حياته؟ فيجب ان هذه الاشياء، ان هذه النصائح اللي تكلمنا عليها في اطار هذا البرنامج، كان من الممكن حتى شي طفل ما يكون عنده اللوزتين. مع الاسف الشديد الامهات مازال اما الخبر مازال ما وصلش، اما انهم تهوروا مع هذه النصائح. تكلمنا على تغذيه الطفل والاعتناء بالطفل في حلقه لمده ساعه. نعم. من غير ما مات العيش ديال الطفل يكون طبيعي 100% اذا امكن الحل 100%. يمكن يا دكتور في الشهور القادمه ان شاء الله نعاود نديروا حلقه حتى الطفل مابقاش قابل ياكل في المنزل الان. نعم. يعني المذاق ديال طبخ المنزل الطفل ما قابلوش الان. الطفل ولا باغي منتوجات صناعيه. علاش؟ لان هذاك المذاق ديال الشارع تعود عليه. نعم، تعود على المذاق ديال الحلويات وديال المسائل اللي كيشريها في الشارع. اطفال الان ولاو كياخذوا النقود من عند ابائهم باش يشريوا اشياء ياكلونها، ثم يذهبون الى الثانويات الاعداديات وحتى المدارس الابتدائيه. لا ياكلون في المنزل، كيخلي باهم وتيتغداو وهو ياخذ الفلوس وتيمشي يشري شي حاجه وياكلها ويمشي للمدرسه. هذه داخله في التربيه، يجب ان يتغدى ويتعشى الطفل مع العائله. نعم. الا ما بغاش غادي ياخذ واحد العقوبه ديال انه ما نعطيه حتى شي حاجه. نعم. ما نخليه كاك بالجوع، العقوبه ديالو يبقى بالجوع حتى يتعلم ان ياكل وان يجلس مع العائله في المائده. والجلوس مع الاب والام اثناء الاكل وداخل
داخل في الادب وداخل في التربيه. نعم. ديال 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 الطفل. دكتور احنا كنشكروك طبعا ان شاء الله. ولو ان السيده علاش خرجت لان انا عندي اطفال. انا عندي اطفال اكيد بعدين طبعا السؤال كيجرك ان شاء الله. نعم. وانا الاطفال هادو عندي الاطفال الكبار 22 و20 عام هادو يعني ما زاروا طبيب هادو الحمد لله. وهذا يعني البنيه عندها مشكل في السنان يفرح ويكفي الصدر كبير ولا حاجه الحمد لله ان هادو ما زاروا طبيب ما حيدوا لا لوزتين ولا اي شيء ولا هذا. ولكن ممكن انا اقول للناس انه ممكن لان كل شيء المناعه صحه الانسان هي المناعه. المناعه لا يمكن ان تكون مناعه جيدا مع نظام التلقيح الان اللي عندنا 14 لقحه هي كثيره جدا على الاطفال. نظام التلقيح نظام قوي في المغرب. ثانيا عندنا المشكل ديال الماتيرنيتي مشكل ديال الولاده في المغرب. عندنا تقريبا 30% ديال الصرع وديال الحالات جايه من المشكل ديال الولادات اثناء المراه ملي كتبغي تولد.